صحيح، مجال السمعي البصري في الجزائر، تبقى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية رائدين في تقديم خدمة إعلامية للمستمع والمشاهد الجزائريين داخل وخارج الوطن. أكيد الحديث في الجزء الأخير من هذا البث المفتوح بعد ما خصصنا المحور الأول حول مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، الجزء الأخير مخصص للإذاعة والتلفزيون خاصة مع شباب اليوم الذين يتوجون بأرقى الجوائز في الجزائر، جائزة فخامة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف شيناز. أكيد جائزة فخامة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي تنظم سنويا في 22 أكتوبر كل سنة، وهذه الطبعة الثالثة طبعا كرمت العديد من الأسماء الصحفية الإعلامية البارزة، وهذا بفضل الاحترافية وكذلك العمل المتميز لهؤلاء، بالإضافة إلى مشاركة مميزة في هذه الطبعة لأكثر أكثر من 200 صحفي شاركوا في جل المجالات، في المجال السمعي البصري، في المجال كذلك الصحافة المكتوبة وفي الصحافة الإلكترونية، حتى الصورة الفوتوغرافية كانت حاضرة. صحيح، وقبل متابعة الموضوع اللي قامت به الزميلة سميرة بن يخلف حول جائزة فخامة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، نستقبل المتوجين بهذه الجائزة في فئة السمعي البصري والإذاعة المسموعة. نتشرف هذا الصباح باستقبال الزميلة سلمى جلابي من قسم الأخبار، قسم أو فرع الحصص الخاصة، اللي تحصلت على الجائزة الكبرى، الجائزة الذهبية، الجائزة الأولى. صباح الخير سلمى. صباح الخير زميلي محسن، صباح الخير شاهيناز، صباح الخير لكل المشاهدين ومتتبعي القنوات الجزائرية بصفة عامة. ونستقبل كذلك زميل من الإذاعة الوطنية عبد الرزاق دنداني، هو صحفي بالإذاعة الجزائر ببرج بوعريريج، كذلك المتحصل على الجائزة الأولى في صنف طبعا المتخصص يعني في الجانب السمعي. صباح الخير. صباح الخير شاهيناز، صباح الخير لك محسن، صباح الخير إلى كل متتبعي التلفزيون الجزائري. بالمناسبة أهنئ نفسي زملائي كل عمال وعاملات التلفزيون والإذاعة الوطنية بمناسبة استرجاع وبسط السيادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون، 55 سنة تمر على هذه الذكرى، نتمنى التألق والتفوق والمزيد من المكاسب في مناسبات قادمة بحول الله. صحيح، وقبل الحديث عن هذه الجائزة، عن العمل في الإذاعة الوطنية عبر محطة الجهوية، وقبل الحديث كذلك عن المؤسسة العمومية للتلفزيون لتبقى الرائدة في المشهد المرئي في الجزائر، نعود إلى موضوع الطبعة الثالثة من جائزة فخامة رئيس الجمهورية في الطبعة الثالثة مع الزميلة سميرة بن يخلف. ابقوا معنا. مبروك عليك أيها الشعب العربي الحر في الجزائر العربية الحرة. عزز قطاع الإعلام في الآونة الأخيرة بجائزة رئيس الجمهورية للصحف المحترف، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين من أكتوبر. تعد الجائزة اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية، وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمع البصري الإذاعي والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية. منشودة.
تفضلي شاينس. كنا تابعنا مع بعض طبعا هذا الموضوع للزميلة سميرة بن يخلف عن جائزة الصحفي المحترف، هذه الجائزة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكيد اعترافا للمسار المهني وكذلك للإعلام الجزائري وذكرى تأسيس جريدة المقاومة الجزائرية، بالإضافة إلى تكريم لمهنة الصحفي وتكريسا وترقية للإنتاج الصحفي. وبعد المنافسة الشديدة بين الزملاء من الصحافة المكتوبة المسموعة والمرئية من مختلف المؤسسات الإعلامية في الجزائر، يتوج التلفزيون الجزائري بجائزتين ذهبيتين في فئة السمعي البصري، المتوجة بالجائزة الذهبية الزميلة سلمى جلابي، أكيد بعد عديد التتويجات اللي تحصلت عليها تبقى هذه الجائزة عندها طعم ونكهة خاصة. سلمى، في البداية فقط أود أن أقف وقفة إجلال وترحم على شهدائنا الأبرار وشهداء المهنة الإعلامية الذين قدموا تضحية جسام خدمة لهذا الوطن الحبيب الجزائر. صحيح، نحكوا على خصوصية هذه الجائزة بالنسبة لي. خصوصية هذه الجائزة تعد يعني سبق لي وتحصلت في العديد من المرات على جوائز سواء على المستوى الوطني الجزائر أو حتى على المستوى العربي، يعني جائزة الشاشة الذهبية لأحسن محققة صحفية في عام 2000 أنا والزميلة كريمة عباد اللي كانت فيها أيضا منافسة شديدة وشديدة جدا آنذاك، جائزة تشريفية في مهرجان القاهرة الدولي دائما حول التحقيقات اللي كنت نقوم بها والطابوهات يعني اللي كسرتهم حول المخدرات، حول عدة مواضيع، الخيانة الزوجية، الانتحار إلى غير ذلك. كما تحصلت أيضا على عدة جوائز، جائزة مثلا صنفت يعني في المرتبة الأولى في سوريا في دمشق عام 2017 كأحسن محققة صحفية يعني مصورة، جيري أحسن محققة مصورة في من بين هذه ال 24 دولة عربية، يعني شرف التلفزيون الجزائري أنا ذاك. وفيها جوائز ثانوية يعني ما نتذكرهمش يعني من قبل بعض الجمعيات الوطنية وإلى غير ذلك. ما شاء الله. لكن تبقى هذه الجائزة، الجائزة الأولى الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تبقى مميزة جدا بالنسبة لي، يعني بالنسبة للتلفزيون الجزائري قبل كل شيء، هي فخر يعني مفخرة للتلفزيون الجزائري قبل ما تكون مفخرة واعتزاز لي أنا كإعلامية بهذا التلفزيون، بالتلفزيون الجزائري.